موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة أيضا. بعد نجاح منتخب البرازيل في مباراته الأولى بكأس العالم 2022 ستكون مواجهة سويسرا هي التحدي القادم لراقص السامبا في مشوار المونديال. واستهل منتخب البرازيل مشواره بمونديال قطر بالفوز على صربيا 2-0، وسيتعين عليه مواجهة منتخب أوروبي آخر لكنه أصعب نوعا ما وهو منتخب سويسرا. وحقق منتخب البرازيل فوزا مهما على منتخب صربيا في افتتاح مبارياته بكأس العالم، بينما على الجانب الآخر اقتنص منتخب سويسرا الفوز من أنياب منتخب الكاميرون بهدف نظيف وحصد النقاط الثلاث. يأتي منتخب البرازيل وسويسرا على رأس المجموعة السابعة بكأس العالم قطر 2022 بثلاث نقاط لكل منهما رفقة منتخبي الكاميرون وصربيا. أما عن موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم هو يوم الاثنين 28 من نوفمبر ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في المونديال. ومن المقرر انطلاق مباراة البرازيل وسويسرا في الخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات على ملعب الجنوب في الدوحة. تداع مباراة سويسرا والبرازيل على قناة بين سبورت HD ماكس التابعة لشبكة بين سبورت الحاصلة على حقوق البث في الشرق الأوسط، كما ستنقل مباراة البرازيل وسويسرا على قناة الكأس ويمكن متابعتها من خلال البث المباشر على الإنترنت تود المقدم من بي إن سبورتس.